مساء الفل، أهلا وسهلا بالحبايب. حبايبي، أنا دائما بقول بالفيديوهات اللي بقت ما دائما بحرض على الغناء الجميل، على الكلمة اللي لها ثمن، اللي تربينا عليها واللي هي من شيم العروبة من أمتنا العربية، كانت أغنية شعبية أو قصيدة أو دائما الكلمة هي اللي تحاكي الروح، الموسيقى اللي بتدخل الخلود، الصوت الحلو اللي بينعنش الإنسان. كثير أنا بتحدث عن هذا الموضوع وبشغف. سمعت من نقيب الفنانين في سوريا الأستاذ محسن غازي بمنع مطربتين من الغناء في حلب. طبعا حلب هي أم الطرب بالنسبة للعالم العربي وخاصة لسوريا. محسن غازي ما له غاية عند حدا، لا عند مطرب ولا عند مطربين. محسن غازي أنا بعرفه عن قرب، الفنان المحترم والوطني العظيم واللي بيحب معنى الغناء لوطنه كيف ما كان لونه. أستاذ محسن عم يمنع الكلمة البذيئة اللي هي انتشرت في الشارع وعبت على الموبايلات. طيب اليوم نحن قلنا لكم كانوا بالأول بدو غني، ممنوع تغني الغنية إذا ما فحصوش في لجنة بالإذاعة والتلفزيون هالأغنية يجوز بس أو لا. كان في مشروع الانتقاء، بنقوا الكلمة هاي بتزبط ولا لا، هاي مطلوبة ولا لا، لأنه هيدي الأغنية لازم تدخل الخلود، تدخل عقلك، تدخل روحك. طيب في سر نحن ما عم نفهمه، في سر ما عم نفهمه، ما حدا عم فهمنا إياه. بتلاقي واحد صعلوك، لو قللنا الأدب صعلوك بإيش؟ صعلوك في نطقه، في الكلمة اللي عم يقولها، في اللحن البذيء اللي عم يقوله، في النشاز، والعالم مكتظ عليه بأغلى تسعير التذكرة. هذا شو السر؟ معقول فينا نفوت على الشارع أو على بيوت نحاسب الناس ونكمشه لكل واحد نقول له شو عم تسمع؟ الشيء المؤذي انه انت اليوم الناس هدول بتلاقي في منهم المثقفين قاعد عم يسمع هذا الغناء المزين. هيدي انا عملت لها دراسة بيني وبين روحي، انه من كتر التكرار تركب بالسيارة بالطيارة بالشارع ما في غير هذا الغناء الفاسد. من كتر التكرار علم الشطار، صار غصبا عنه بنحط اسم واحد، لا شيء، العالم فوق بعضها. هذا الشيء اللي ما عم نفهمه. معقول اليوم هدول المسيئين للكلمة، مسيئين للنغمة، مسيئين ومسيئين بيتقابلوا جنب كاظم الساهر؟ إذن الأستاذ محسن غازي نحن منشد إيدنا على إيده، وأنا بما أني عضو نقابة فناني طبعا أنا مع كل فنان شو ما كان يكون، أنا فنان بعشق كل فنان، بس الفن هو الرقية، هو الأخلاق، هو الجمال. عمره ما كان الفن كلمة بذيئة، ولا كان لحن فاسد، ولا إنسان ما بيعرف تكتب اسمه غزا العالم. يا جماعة شو هذا اللي عم يصير عنا؟ ما بعرف، هذا مو تراث، هذه مو هويتنا ولا شخصيتنا. نحن تربينا على الأخلاق، تربينا على الكلمة الحلوة، من جدتنا هذا الكلام البذيء، الكلام المألو معنى، الكلام القبيح. ومش بس بسوريا كمان، انتبهوا، يعني مشتاح الأمة العربية بلبنان، يعني أغنية اللهم صل على النبي هزت الدنيا لف لي حشيش، ما حدا حاسبه ولا حدا قال له شو هالعيب هذا. شوف بمصر طلعت لك شلي بتكرهك ثيابك بالشوارع، كرهوك حياتك. وين الغناء لما كان يغني عبد الحليم، لما كان يغني فريد، لما كان يغني عبد الوهاب، كرم محمود، نجاة؟ وان كان هذا الغناء الجميل يشجي روحك اذا تعبان ترتاح. معقول هيك صرنا؟ الانسان يتطور ابي تراجع. نحن امتنا العربية عندنا تراجع. ليش هذا التراجع؟ مين اللي عم يحاسب؟ حاسب الانسان. انت عم تغني، يعني اذا ما قلت كلمة بذيئة ما بتنجح؟ نجح بالكلمة البذيئة بيروح الثاني بيعمل قصة على، ما بيصير هذا. أرجو من كل واحد يحمل ذوق على وجه الأرض، شدوا يدكم مع الأستاذ محسن غازي، إنسان محترم اللي عم يحاول
يكون الفن عندنا راقي أو يعود كما كان ولو جزء منه. نحن عم ندافع عن الكلمة الجميلة، عم ندافع عن الموسيقى الرائعة. ما ضل موسيقى اليوم، كل المطربين معه أورج وسبعة من الضول، ما في كمانجات، ما في عواد، ما في نايات، ما في شو بدي أعدل لك، ما في أكورديونات، ما في موسيقى، في زمور وطبل وجعير وخبيط وقاعد عم ينطنط وعم يخبط. لك هذا ليس فن، هذا ليس فن. الفن في العقل، أي شيء يخرج عن العقل هو بعيد عن الإنسان. الإنسان شو بيسوى بالعقل؟ لا غنى كالعقل. ما عاد نعرف شيء من شيء، ما عاد نفهم شيء من شيء. واحد بيقول كلام زفر تلاقي ما يحضره مرته، مطرب أو مطربة، يعني أنت شو صاير لك؟ شو صاير معك؟ قاطعوهم، لا تسمعوهم، لا تحضرون، بيموتوا هذول. تسألهم بيقولوا لك الجمهور عايز كده، كلمة طلعت في مصر. لا لا، أنا ضد هذه المقولة، هي مقولة سيئة جدا. الجمهور شو بتسمعوا بيسمع، شو بتعودوا. بس الجمهور هذا جديد، ما لحق العظماء اللي ماتوا، والتلفزيونات والإذاعات ما عادت أزاعت لهذول العظماء، وشركات الإنتاج والغناء الثاني اللي بنسميه الشعب البسيط ما بيكلف شيء، بتزمر له بتطبل له كلمة بزي أو قامت لقيامة. مين المسؤول عن المغنى يا حبيبي؟ مين المسؤول عن الصوت يا حبيبي؟ مين المسؤول عن هالناس؟ هدول أمانة في أعناقكم، أمانة. ليش عم تخربوا هالأجيال؟ ليش؟ إذن أتمنى من كل مزوق على وجه الأرض أن يكون مع الأستاذ محسن غازي ومع أمثال محسن غازي. نحن ما ضد حدا ولا راح نسمي حدا، نحن أكيد ضد كل كلمة بذيئة، لأنه هذا بيسيء لمنطقنا ولعالمنا العربي في أي مكان، في مصر، في لبنان، في العراق، في كل واحد بغني بذيء هو بذيء، وهذا نازل تحت الأرض ليس بإنسان. نحن نتعاضد ونتكاتف مع أهل الذوق والكلمة الجميلة، لأنه هذا تاريخنا وهذا اللي بيشرفنا ونرفع رأسنا فيه. شكرا حبيبي، شكرا.